بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والد صالح والمفقود حمد علي زو. بالنسبة للشهيد التحق بداية الكرامة كتيبة 147 مع اللواء سالم رحيل، استشهد يوم 23/5/2016 مواليد 93، شهادته 3 اعدادي. التحق من بداية هو يتبع كان كتيبة الخندق، تدرب في اسمها كتيبة الخندق، بعدين تغيرت 147. بعد بداية الكرامة التحق في المحور بتاع سالم رحيل، فهمت انني استشهد في محور الافحاقات يوم 23/5/2016. والله اول ما التحق في المحور اول ما جاء هنا قال لي برضاكم، قلنا لا عدي انت وجماعتك برضاك ما عجب، فهمت؟ مرة في الشهر مرة اشوف فيه. والله بالنسبة للشهيد التقينا بالفرحة وبالانجاز، مصدق على الوطن هو وقوته الاخير، والحمد لله اصبحنا كنا وين اصبحنا وين. بالنسبه لبنغازي تعتبر خلاص متحرره، والله يرحم جميع الشهداء ويعوض جميع المفقودين ويشفي جرحانا، فهمت؟ وان شاء الله ينصر الجيش يتعم على ليبيا كلها. قدمتنا شهيد وعندي مفقود وما زلنا قدمه، عندنا شيء حاجة، ما عندنا شيء اشكاليه في هالحال. بالنسبة للشهيد هذا كان أقرب شخص لي أنا في الحوش، حتى أنا مش قاعدة يدورني. بعد شهر كذي حق يوم قبل ما يتوفى جاني يوم الجمعة تغدى عمي أنا، قال لي دار حمام ودرد غدا، تغدى أول مرة يأكل منه الغدا الكسكس وما يحبش، تغدى منه يوم هذاك تغدى منه. شو قال لي فيه فلوس نازليت موقع لك ديما العيد رمضان ديما ولي يصرف ولي يصرف علينا وعاي وام ميت، حاط لي على راسي قال لي هيك ذي هي وقت. عند يوم الاثنين، يوم الاثنين نبيدي حسيت بحاجة كذي، تكيت كذا من البنات يقول لي كانك، قلت لهم حس في روحي مريضة اليوم مانيش متكي. هذه الساعة 1 في الليل جانا الخبر هو منصاب من الساعة 3 في الليل، تلقيته يعني ما سمش مصادقة أنا لعن توه، ما زلت مش مصادقة أنا مش يعني مش تشهد، تخيل فيه وين يخش وين يجي وين يجي. كان غير يجيني هذا المفقود ممكن تم خطفة الساعة 1 لا قبل رمضان شهر 1 الساعة 1 في القيلة، حتى ما أنا بدي مقاعد عمزة في الممر وهم يجوني الحوش كله فضاء ما فيش حد، فيتنا والبنير قعدت شوي قلت له وين كم أنت اللي عند تو في الجامع، ما فيش جامع عند الساعة 3، يقولوا لي لا أيمن انخطف ما فيش مكان وما صبيت فيه من هذيك الخاطفة وتليفونها مسكر لحس لخبر ما فيش مكان وما مشيت له، يقولوا لنا الصابر والبكاء ما عاش يدير شيء وهذا شهيد، ولولا الشهداء ولولاهم ما كنا اليوم وصلنا للمواصيل وما زلنا نقدمه، وللجيش ان شاء الله ربي ينصرهم ويثبت اقدامهم خاطر هالمغرب اللي يذن.